مساءكم سعيد، مرحبا، سعيد بالتواصل معكم مجددا إخواني المشاهدين في الجزائر وخارج الجزائر. أحيانا الواحد منا يلجأ إلى الصمت ويلجأ أيضا إلى تجاوز الكثير مما يثار في مختلف وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أحيانا نتعرض للاستفزاز أو بالأحرى الاستفزاز يحركنا. لذلك كتبت منذ يومين على صفحاتي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على استقالة المدير الفني رابح سعدان من المديرية الفنية، وقلت بأنه لا حدث، بمعنى أنه كان منتظرا وبمعنى أنه كان تحصيل حاصل لمشروع بني على تهديم ما سبق، مشروع بني على الانتقام مما سبق وليس على خطط عمل سواء كانت فنية أو إدارية، ما دمنا نتحدث عن اتحادية لكرة القدم. مشروع أيضا لم يكن مبني على توافق في الفكر بين الكثير من الأطراف، بل على تصفية حسابات مثل ما قلتها وأكررها في كل مرة، تصفية حسابات وتقاسم غنيمة قدرت منذ سنة ونصف ب 750 مليار سنتيم، ومشروع كذلك من دون خطة ومن دون أفاق ومن دون أهداف واضحة. قلت لكم شعرت بالاستفزاز بعدما استمعت لرابح سعدان البارحة في بعض القنوات التلفزيونية وصبيحة اليوم في القناتين الإذاعيتين، وتبين بأن الرجل في اعتقادي لم يقل كل الحقيقة، حتى لا أقول شيء آخر، حتى في قضية مؤتمر الفيفا والتأشيرة وتعويضه بمدرب حراس المرمى وما شابه ذلك. طبعا في انتظار رد الاتحادية، لأنه لا يمكن أن نحكم على قضية ما دون الاستماع إلى كل الأطراف، في انتظار رد الاتحادية على ما قاله سعدان، أعتقد مرة أخرى بأن الرجل لم يقل كل الحقيقة وأراد من وجهة نظري استعطاف الناس بالدرجة الأولى من خلال حديثه عن التأشيرة وتعويضه بمدرب حراس المرمى وقضية المطعم في سيدي موسى واستشارته من عدمه في تعيين جمال بلماضي مدربا للخضر وأشياء أخرى. في نظري كما يعلم الكثير تأشيرة الدخول إلى الأراضي البريطانية لا ترسل لصاحبها بالإيميل حتى ولو كانت لديك دعوة من الفيفا، ولا نجدها في مكتب بريتيش أرويز، نروح للمطار وأجد تأشيرة هنالك في المطار، بل توضع في جواز السفر ويجب التقدم لمصالح القنصلية أو السفارة البريطانية للحصول عليها، مع ملف أعتقد بسيط بالنسبة لواحد من حجم سعدان مقيم في أوروبا، يعني في ليون. كان يجب أيضا السفر من الجزائر وليس من ليون. لماذا السفر من ليون وليس من الجزائر؟ ليون التي كما نعرف يقيم فيها رابح سعدان، وحسب معلوماتي قضى فيها فترة أطول من الفترة التي قضاها في سيدي موسى، حتى لا أقول في الجزائر. على حد علمي أيضا لا يحق لأي اتحادية أن تعوض مشاركا في مؤتمر الفيفا قبل 24 ساعة من انعقاد المؤتمر، ولكن يمكنها تقديم طلب حتى قبل 24 يوم أو قبل بضعة ساعات أو 24 ساعة، تقديم طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل طلب اعتماد مشارك ثالث أو رابع في المؤتمر على أن يتكفل هذا المشارك بنفقات النقل ونفقات الإقامة تكون عليه أو على الاتحادية. في اعتقادي أيضا أن الاتحادية بهكذا طريقة دفعت سعدان بطريقة مباشرة إلى الرحيل بعدما لاحظت بأنه لم يكن يحضر بانتظام إلى سيدي موسى، ولم يحضر سوى 5 أو 6 اجتماعات من أصل 10 إلى 12 اجتماع لمكتب الفيدرالي، ولم يكن يتحكم في المنتخبات الشبانية كمدير فني، لدرجة أن معلومات التي بحوزتي تقول أن بوعلام شارف مثلا لم يستشيره حتى في تعيين مدربي الفئات الشبانية، يعني لم يستشير مديره. وسمعت البارح سعدان يقول بأن الفاف لم تستشيره في تعيين بلماضي، وهو الذي سمعناه يقول في الإعلام بأن الاختيار صائب وبلماضي هو الرجل المناسب وسينجح كذلك مع المنتخب. ما قضية المطعم ومنع سعدان من الأكل مع لاعبي المنتخب أثناء التربصات؟ فأنا أشك في الأمر، لأن المديرية الفنية عمرها ما كانت جزء من المنتخب على الأقل في 20 سنة الماضية، لأن مهمتها التكوين والتأطير والتطوير ولا علاقة لها بالمنتخب الأول.
وبعدين هذه جزئية أعتقد بسيطة جدا لا يجب إثارتها من أجل استعطاف الناس. قال ما خلونيش ناكل ومن أجل أن نلبس كالمعتاد ثوب الضحية مثل كل مرة. وبعدين السيدي موسى بالنسبة للإداريين وبالنسبة للفنيين هو مركز تدريب وتطوير وليس مطعم. مع احتراماتنا لكل رصيده التاريخي ولسنه الشيخ ربع سعدان، في اعتقادي أنه لم يعد قادر على العطاء منذ فترة وليس من اليوم، ولم يعد قادر على التناغم مع متطلبات العصر ومع الكرة الحديثة ومع الجيل الحالي أيضا من الفنيين أو من اللاعبين وحتى الإداريين. لأنه سمعت يقول يتكلم عن وثائق ومعلومات كروية يجيبها من الفيفا ومن المؤتمر، من اجتماعه في المؤتمر. المعلومات هذه والأرقام والحصائل موجودة على موقع الإلكتروني للفيفا، أي واحد فيكم يدخل سيجدها ويمكن الاطلاع عليها من طرف الجميع. ولم يكن سعدان بحاجة لكي يتنقل لكي يجلب هذه الوثائق. سعدان الذي كما نعرف كان يتقاضى 120 مليون سنتيم شهريا كمدير فني، كان عنده 5 تذاكر إلى مدينة ليون في السنة، سيارة فاخرة، تليفون مجاني. في اعتقادي عليه أن يبدع، أو كان عليه أن يبدع ويكون ويطور. هذه هي مسؤوليته على مستوى الإدارة الفنية. كان عليه مثلا أن يترك لنا كتب ونظريات في لعبة كرة القدم، كان عليه أن يكتب ويترك لنا رصيد وتاريخه على مدى 40 سنة من التدريب على مستوى منتخب المختلف المنتخبات الوطنية، ويخلي لنا تجربته نستفيد منها. أما الاتحادية التي تدعي الاحتراف وتدعي التجديد وتدعي الاستقرار فلا تقع في مشكلة إصدار تأشيرة لمدير فني أو لمدرب أو للاعب، ولا تغير 3 مدراء فنيين في سنة ونصف و3 مدربين للمنتخب أيضا في سنة ونصف، دون الحديث عن رحيل قرباج وحداج ومشرارة كمستشار فني وزفزاف أيضا كعضو في المكتب الفيدرالي، دون الحديث أيضا على تغييرات على مستوى الإدارة في الفاف والإدارة في مركز سيدي موسى وعلى مستويات أخرى، مما يدل في اعتقادي على أن كرة القدم عندنا ما تزال مختطفة، نعود نستعمل دائما هذه الكلمة، بين أيادي لا تدرك بأن الفارق شاسع بين الخطاب وبين الواقع. الخطاب شاسع كذلك أو الفرق شاسع بين أرضية الميدان وبين ما يثار كذلك في بعض وسائل الإعلام، وبين كرة القدم العلمية العملية والتسيير كذلك الاحترافي. نعود نقول مرة أخرى ونجدد تكرار ما قلته بأن ما بني على باطل فهو باطل، وهذه الهزة الارتدادية والجدل الذي أثاره سعدان أكيد سيؤثر على جمال بالماضي الذي ذكر بطريقة مباشرة وغير مباشرة بأنه كان وراء إبعاد سعدان من خلال ما فهمنا من كلام الشيخ في مختلف وسائل الإعلام. كل تمنيتنا طبعا أن لا تؤثر هذه الزوبعة على المنتخب الأول المقبل على مبارتين هامتين أمام بنين الجمعة والثلاثاء المقبلين. كل احترامي أيضا لكل الآراء، أرجو أن يحترم رأيي، مودتي وتقديري.